أنا وضعي صعب، متروكة عند أهلي، قاعدة معي بنتين بدي أصرف عليهم، بدي أي مشروع اللي يصرف معي على بناتي، لأن المسؤولية متروكة لأنه بدي حدا يصرف معي مشروع أمرك فيه عشان أصرف على بناتي فيه. أنا من عائلة أسرة زراعية، فتعلمت منهم وأنا صغيرة كيف الزراعة وتعلمت خبرة شوية منهم. أنا بطلب من المؤسسات إن يساعدوني كأصرف على مسؤولية بناتي واحتياجاتهم، كإخواني عبء عليهم لأنه بديش إخواني مصروف أزمة عليهم، يعني وضعهم الصعب المادي. أشكر مؤسسة ياسان جروب، وهينا زرعنا وحصدنا في البامية، بارك الله فيكم.